تروحوا كونغ ستار، لانه كونغ ستار هو اللي كان هنا الاول. يعطيني تدخل خويا كونغ ستار الاول. يا كونغ ستار خويا العزيز تعطيني تدخل اخويا. اضر معاه والله مزروب والله، لانه راني في برا. كونغ ستار هو غلق اصلا الميكرو، معليش اعطيني التدخل نتاعي يا سامي. ولا قبل لك هو انا ما هو اللي يحكي. اوكي معليش هو يقرر خونا وعلى عيننا وراسنا. تفضل تفضل معليش. الله يزيد فضلك خويا ونغرم هالك بإذن الله. سمير شحال عطيته الوقت هذا وما قطعناهش؟ لازم تشهد شهادة حق ما قطع ولا واحد. راهي 56 شحال عطيته هو؟ عطيته 10 مينوت ان كاردو 10 مينوت خلاص ما لما تقطعنيش حتى تولي 10 دقائق نتاعي. اولا السلام عليكم. للاسف سمير نقولها لك، انت متحيز جدا، واكبر دليل البارح لما نزلت من اللايف بقيت نضحك لما الشمالي دار تدخل نتاعو قال لك ايوا هذاك الجزائري يتكلم على الجريده لو 7762 وبدا يكبر لك في 62. علاش ما لزمتوش وقلت له لا هو يتكلم على جريده لو موند، اعطيني جريده لو موند. اسكت شو كيبدا يتالم الدكتور. دقيقه الجريده، شوف جريده لو موند جابوها وانت قلت 63 وشمالي قال 62 عليها اللي كنا نهضروا. سمير ما شوف راهي قاطعني يا سمير، هل انا فتحت المايك يا سمير؟ ما تقاطعوش الاخوان، ولكن انت قلت هل فتحت؟ هذا وقت مني يا راك تقاطعوني وهذا وقت مني. نعم ولكن ما كانش انحياز. لا 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 للاسف يا سمير انا كنت نضحك والله رأيك تحت رأيك. نعم والله طحت بالضحك. انا انه طالب بجريده لو موند ولامبارسيال هو يقول لك ايوا شوف يقرب لك 62. لا لو موند جابوها ما جابوهاش للاسف. لا سمير سمير المايك ولا هبط سمير هبط لانه ما يحترمش. دقيقه ولكن عنده الحق جباره. جيب انت لو موند، عندك لو موند؟ معليش راح نقول لك الوقت الثاني لما هذه مداخله واحده من بعد الخمسه ان شاء الله نجيب جريده لو موند. نعم بعد الخمسه اوكي ما يفتح لي حتى واحد سمير المايك. ما كاش اللي قاطع. سمير انا خويا في الطياره. شوف انا والله الا في الطياره غير بغيت 1000 دولار قبل يصو. انا في الطياره عطيني دقيقه. سمير اوريجينال. والله الا في الطياره بالله. والله ما احترام. والله ما احترام هذا. والله سمير معليش سمير خليه يكمل. انا غنهبط. سمير انا في الطياره قسما بالله. انا في الطياره سمير اوريجينال. الدور دوري. لا غير اسكت اصاحبي غير اسكت اسكت. انا في الطياره. انت ما تعرفش تفرق بين واخا اسكت اسكت. قولي اسكت عارف. قولي اسكت. لا تعرفش يونايتد. ما تعرفش الانجلوفون. بلا قال اصاحبي ما تكسر ليش راسي يا دين الرب. اغلق على الدور تاعي. بلا قال في زوج اصاحبي. شوف سمير من فضلك من فضلك باسكو هو دوكا راه يقول لك انا في الطياره. سمير عارف ولكن هو درك راه يقول لك منحاز ومنحاز ومنحاز. سامير باش مش كنطلع عندك من بعد. انا نهبط ونطلع عندك من بعد الا بقيتي حال. انت شحال ديال لامبارسيال دابا؟ اي لامبارسيال الناس ما كاينش لاماني في البابور. انا راك من بعد وريها لنا. ولكن الجيريا سامير باش مي راه دوك راه يقول لك منحاز يتمرك. انا الوقت نتاعي نبدا هو 58 ما تكلمت ولا كلمه. الجيريا بلا عقل نعطي لك يا الرب 20 دقيقه. انا نعطيك 20 دقيقة اوكي 20 مينيت بصح خليني نهضر صاحبي. نعطيك 20 دقيقة وش بيك راهم يجروا موراك المغاربة كاع بلا عقل. كالم وانت بلا عقل صاحبي. هاني ما عطيتلوش. هاني قلت له ممنوع ما يقدرش لانه انا جو سوي كوريكت وانت تقول عليا منحاز. هذاك رايك نورمال. روح شوف قد دخلت راح نبداه من ازير باسكو والله ما دخلتش. ما دخلتش وللاسف. هل انا ولا كونغستر ولا اللي كان قبل يفتح المايك لما كان الدكتور نتاع شخبط شخبي تضرب في الحيط قاطعوا؟ كنت قادر نفتح المايك ونقول له قاطعك. لا هذا غير تهريج. ولكن طريقه الكلام تاعك تنرفز عبك تضرب بسرعه. نعم لانه راح نفجر قنبله اليوم ولا جزائري يتكلم عليه. بلا عقل. خلاص سمير اغلق المايك سمير واسمع لي وسجل النقاط وهكذا. شوف أغلق المايك سمير من فضلك. بارك الله فيك. كيما تغلق المايك لما يكون الدور نتاع مغربي. اولا السلام عليكم. اولا الكلام اللي قلته انا حددت قلت جريده لو موند لو 7762 جريده يا ودي الجريده نتاع لو موند الفرنسيه اللي ناطقه بالفرنسيه في 7/7. هبط سمير هبط اللي ما يحترمش النقاش ويقاطع. هبطوا. اولا جريده لو موند لو 7/7 هذاك جاب لي بالاسبانيه ويقول لك حنا عندك الصوت ما راهش يوصل. لا سمير راك غلق المايك. راك غلق المايك سمير. ما تقاطعوش من فضلكم ما تقاطعوش لانه انا نعذبهم. انا سمير منحاز يتما دوك ويرعب.
سينو نخليه وحده من فضلكم ما تقاطعوش، سينو نخليه يهضر وحده ونهبط كلش ونخليه يهضر وحده. هذا هو الدور الثاني. أنا من باش نبين له أنه عنده كل الحرية. نعم برافو عليك برافو عليك. هكذا عمل واحد النظام تاع التدويت رعف. شوف سمير أنا أسجلها عليا، أنا طالبت $1,000 إذا كان هذا الكلام ليس صحيح من خلال جريدة لوموند لو 7-7-62، كذلك جريدة لامبارسيال. هناك بند عريض يقول جيش المغربي أو سميه ما تريد هاجم على كولومب شار نقطة والرجع للسطر. أنا أما يجيب لي الشمالي ويقول لك بالإسبانيولية ويقول لك راني أنا الجريدة اللي وريتها له لو 7-7-62. أنا كذلك نجيب لك جريدة نيجيرية بالمناسبة، كاين واحد هنا من لاغوس نيجيرية، ونجيب لك الجريدة لو 7-7-62. تورى المشكلة ويلو بروبلام. سبحان الله قال لك أشرف يعقل والله لكينا منها. قال لك السيد دكتور شخبط شخبي تضرب في الحيط اللي قراه ودرس في الجزائر، قال لك شوف سمير المينري نتاع تندوف نتاع بالشرع أكبر منه، وهنا لم يستغل وهنا ما استغلش. لماذا؟ سبحان الله العظيم. نحن نقولها بعبارة واحدة، الاستغلال جاء حديث، جاء في خلال العهدة نتاع تبون لأسباب عديدة. كذلك قال لك علاش ما تستغلوش المينري نتاع بشار؟ ألم يعرف الشخبط شخبيط وضرب في الحيط والرسومات نتاع الجرائم أنه استخراج الحديد يكون من تندوف والنقل نتاعو عن طريق السكة الحديدية من تندوف إلى بشار، والتحويل يكون في بشار، يكون التحويل نتاع الحديد الخام يكون في بشار. وبالمناسبه نروحوا للامبراطوريه تاع 12 قرن، علاش سيادكم ما دارولكمش السكه الحديديه حتى الاكادير؟ اكادير ياك انتما مغربيه، ايوا كيفاش هذه معقول؟ احنا وصلنا السكه الحديديه الى تندوف وانتما اكادير مساكن السكان تاع اكادير منكوبين ما عندهمش القطار، ما يعرفوش ما معنى القطار. نقطة ثانية، المروك يقول لك انتما فرنسيين وانتما المروك عضو من أعضاء. علاش تقدر تورينا الدلائل على الكلام اللي راك تقول فيه؟ هذه مداخلة قطعت كونغستر خويا وبارك الله فيك كونغستر ونغرمها لك بإذن الله. أنا أيوة برافو عليك، لأنه أنا تدخلت لأنه فتحت التيك توك لقيتك صراحة. شوف اما دقيقة، الإخوان هو قال لك راني في السيارة ما نقدرش ندير، ولكن من بعدها وعنده رونديفو مع سمير والشمالي، ولا ما جابش الدلائل ما نخليه. وشنو هو الدليل باش نسجل؟ وشنو هو الدليل راك طالب فيها سمير؟ مثلا توري هذه تاع بشار، هذه اللي راك تهضر عليها تورينا زعما ورقة. انت قلت تبون هو اللي بدا يدير لازم تجيب ورقة كيما الدكتور جبارة وسامير صوفيان. اسمعني التحويل دقيقا باش ما تاخذليش الوقت، هاي بديت بيل اوكي. قلنا نقل الحديد الخام من تندوف الى بشار، لانه الجزائر لديها خط مباشر من وهران الى بشار، هذه مدة سنين، والجزائر اليوم تعتمد على الخط الثاني من بشار الى من تندوف غارج بيلات تندوف بشار، والمسافه النهائيه تكون في بشار، وبناء اكبر منجم حديد مثل الحجار في عنابه وكذلك في بير العاتر وغيرها، راح يكون اكبر منجم في بشار، هذا بشراكه مع الصين والاتراك لتحويل الخام مواد الخام، وهناك كلام كبير على هذا المجال. ثانيا، الجزائر لم تكن ولن تكن عضو في منظمة الفرنكوفونية، أما المغرب الذين يدعون صباحا مساء عضو من الأعضاء الفرنكوفونية، فما هو محلكم من الإعراب؟ أنا أحاجيك فرنسيون تطعنيش. سولتي هبطوا سمير هبطوا سمير نو 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 هبطوا سمير من فضلك نقطة نظام. دقيقة هبطوا سمير نو 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 سير ببلي الجيريا. دقيقة دوك أنا اللي نتحكم في اللايف ديالي. سفيان من فضلك ما تزيدوش تقاطعوه من فضلك. لا سمير مشاهدي المعاملة. شفت كيفاش سمير؟ لأنه أنتم ثاني واحد ما يقاطعكم. والله لو فتحت المايكروفون تهبطنا. نو نعطيك انذارات وتبقى تعطيني من انذار. شحال تبقى تعطيني من انذار؟ جاوب روح سجل. الجيريا دقيقه دوك من فضلك، انت البارح كنت تقاطع في الناس واعطيتك انذارات شحال من مره وما هبطتكش، انت هبطت وحدك في الاخير. خلينا ابقى ثاني انت يا واقعي.
ماشي غير تيري. البارح درتها شحال من مره. اتفضل افتح الميكرو تاعك. شحال من مره تبقى تقدم اللايفات هذو؟ شحال تبقى تمدل من الاعذارات؟ انذارات انذارات انذارات. كمل ما يزيدش يقاطعك. كمل ما يزيدش يقاطعك. قال لك اعطيني دليل. الفرنكوفونيه معروفه يا رب العالي، الاعضاء تاع الفرنكوفونيه منها السنغال ومنها حتى مصر للاسف، وكذلك تونس والمغرب. اما الجزائر نتحداك ان تجيب لنا الجزائر داخله في منظمه الفرنكوفونيه. السؤال السحري، ونتمنى اي جزائري راه يسجل في اللايف يسجل هذا المورسو اللي راح نقول انايا، يسجل المورسو اللي راح نقول انايا. يقول لك السيد دكتور شخبط شخابيط تضرب في الحيط، انتم الجزائريين وكما عندكم السياده. اتحداك واليوم يوم جمعه ان تفتح لي الطابلات نتاعك ولا الميكرو نتاعك وتجيب لي لو جورنال اوفيسيال ماروكان اون فرونسي. ولكن نتحدك اللي مكتوب في صفحتك هو لو بيلتا دو ماروك، لانه لو جورنال اوفيسيال راه في فرنسا، اما الجزائر اون فرونسي عندها لو جورنال اوفيسيال. انت تكتبها بالعربيه؟ نعم تكتب بالعربيه للقطيع للناس للعامة تاع الناس. الجريدة كبيرة، الجريدة الرسمية المغربية الشريفة. أما لما نروحوا نكتبوها اون فرونسي والله يا سمير ما تلقاها، أقسم بالله. مكتوب فهمها لنا باش نجيبوها. برافو عليك. دقيقة ماشي كي قلتها أنت يا هبطوا لأنه كثر أكثر. سفيان من بعد نعاود نطلعك، بصح وشنو اللي كثر في المقاطعات؟ دقيقة هذه هي القاعدة تاع لي لايف الإخوان، اللي كثر ما يحترمش راني نهبطو ومن بعد نعاود نرجعك، وإلا زاد عاود راني نزيد نهبطو وما يزيدش يطلع. هذه مع كل واحد، يعني مع كل واحد اللي قاطع، لأنه من بعد تحب أنت تتكلم ما تحب حتى واحد اللي قاطعك. يتألمون في صمت. دقيقة. أنا كنت أقلب على الجينيرال على الدكاترة من زمان. قاعدة ونطبقها مع كل واحد، أنا ما على بالي بحتى واحد، ولكن هذه هي باش المرة القادمة تكون. ما تاخذنيش الوقت يا سمير، خذيت لي دقيقة يا أخي سمير. ما ناخذ لكش. ما ناخذ لكش. نعم، أنا مع الجزيري هنا اللي يدوي يرعف. شوف يا سمير، سجلها. نعم لي يدوي يرعف لانه المقدم راه داير خدمته مزيان. انا كنت نقلب هذا، قال لك جيب لنا شكونو العمامره. حاشاه. انا جيب لي ناصر بوريطه. كيفاش لو جورنال اوفيسيال تكتبو بالعربيه؟ الجريده الرسميه المغربيه الشريفه وكذا وكذا. اما لما نروحو نطبيوها اون فرونسي لو بيلتا، تعرف معنى لو بيلتا سمير؟ نشرة. يعني كشغل واحد أعطاك فوتوكوبي، كشغل شفت له فوتوكوبي راه عند المروك، أما الرسمية تنشر في فرنسا. ونزيد لك من الشعري بيت أنا سمير، لما تروح لوزارة المالية أو وزارة الاقتصاد الفرنسية أو مثل هذه الوزارات الصغيرة اللي تخرج واحد القرار ما تقطعنيش. دقيقة، أنت قلت بعد 5 دقائق نوريكم الدليل، أين هو الدليل؟ 5 دقائق فاتت. شنو 5 دقائق؟ أنا قلت لك بعد الساعة 5 لأنه راهي الساعة 12، أنا راني مزروب أنا سمير. عندك أوكي أنا فهمت بعد 5 دقائق أوكي. لا لا سمير، قلت لك بعد الساعة 5، لا للأسف. عندك أنت راهي 5، إحنا عندنا معليش أي مغربي الدكتور هذا قول له افتح لي. شوف أوكي، هو عاد يوري لك يفتح الكاميرات بزاف ما شاء الله تلاوين، والدكتور قال لك جيب لنا العمامره، انا جيب لي ناصر بوريطه ويفتح لي لو كام نتاعو ويقول لي لو جورنال اوفيسيال ماروكا اون فرونسي. اقسم بالله العلي العظيم الا زدت طلعت في لايف والله، وطاردوني من لايف الى لايف ثاني ومن لايف ثالث الى لايف رابع. نقول له يا سي ناصر بوريطه روح لون مثل الدكاتره نتاع التلوين. تعرف يا سمير الجريدة الرسمية المغربية مثل الوزارات الفرنسية، لما يكون قرار مثلا وزارة المالية الفرنسية يديروا لو بيلتا، لو بيلتا يعني فرع، أما الأصل هو الجورنال أوفيسيال تنطق به الدولة، أما الفروع هما يعطولهم دي بيلتا، مثلا وزارة الاقتصاد، وزارة المالية وغيرها وغيرها من الوزارات اللي خرجت قانون داخلي يهم الوزارة من الوزارات، فتكتب اتخذنا قرار أن وزارة مثلا الاقتصاد سنساهم في كذا ونعتمد على كذا، فهذا هو المنشور يسمى لو بيلتا. أما القرار الرسمي للدول المحترمة اللي عندها صحيح السيادة لا سوفرانتي لو جورنال، لو جورنال اوفيسيال. انت يكتبوا لك لو جورنال الجريدة الرسمية بالعربية، اما والله واقسم بالله ما تقدر تكتبها اون فرونسي.
عندك لو بيل تاي الدكتور، اطلع وشرح للجزائريين 617 هنا، قول لهم لماذا احنا نكتبوا له الجورنال لو بيل تا، وحنا نعرفوا لو بيل تا في النظام الفرنسي يعطى لوزارات يعني ما عندهاش حتى قيمة، يعني حتى ولو بوزارة السياحة ولا غيرها. والله تدوي ترعف، وانا راني نقلب على الدكاترة. مازال سمير راهي 11 يا صاحبي، راهي يخدم. زيد لي دقيقة سمير، زيد لي دقيقة من فضلك. بس مقاطعة وغيرها. لا سمير اخويا لا ما حضرتش انا والله، ما عرفتش تشكي عليا يا صاحبي. زيد دقيقة زيد يا ربنا يا كريم. وهذا قيدهم لما يفتح الكاميرا قال ارجع للجزائري، وعلاش تكتبوا له بيلتا؟ علاش ما تكتبوش له الجورنال اوفيسيال؟ قال لك نحكي نتكلموا على السياده. ايوا انت عندك السياده، انت الفرنكوفونيه داخلين معاهم طول وعرض، عندك السياده انت يا ودي، راه يرحم على والديك. سمير هذا وطلع الشمالي. اولا نسلم على الشمالي، انسان محترم بالرغم من بعض المرات يمرر وحده كلمات مبطنه. افتح لك الجريده، وللاسف ماهيش جريده لوموند، ونقول لك يا سي شمالي راك غلط، انا نوري لك في الصباع في القمر وانت تقول لي، انا نوري لك القمر وانت توري لي في الصباع. سمير لوموند دقيقه الجيريا، سمير كان فاتح لوموند. سمير كبر صوتك. اسمعني يا سمير المغرب، انا نتكلم على المغرب، انا ما يهمنيش لوياس ولا لينغلوتير ولا، انا نتكلم على لو ماروك. انتهت الدقيقه، انتهت الدقيقه. شكرا المداخله تاعك. انتوما يا سمير راني معك في الاستماع من بعد الخامسه دقيقة دكتور، دقيقة دكتور مريم هي اللي عندها الكلمة. سمير هبط لي يا سمير، أنا أخذ لها 10 ثواني من وقتها. أتكلم معها. معليش أعطي الدكتور جبارة، معليش. تحياتي إخوان الكرام. شوف سامي كبر الصوره اخوان الكرام، امريكا 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 مستعمره، امريكا 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 مستعمره من فرنسا، امريكا امريكا دايره بيلتا، امريكا دايره بيلتا، دايره بيلتا، امريكا يو اس دايره بيلتا، دايره بيلتا. هذا بعد السياده، امريكا بعد السياده حاجه دايره بيلتا، امريكا بعد السياده دايره بيلتا، دايره بيلتا. انا قلت فتح ديال اسبانيا، دايره بيلتا دايره بيلتا، أنا بدي رسول الله بعد السيادة أمريكان، عيبت ما رسول أمريكان بعد السيادة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا ولا جملة مفيدة. كنعطي للسي الشمالي يوري الوثيقة هو، أعطي للسي الشمالي. سيدي مريم، أغيب غير باش نشوفوا هذا المهرج ديال بيلتا. لا بغيت، شكرا الدكتور، بغيت أنا كنت فاتح ديال إسبانيا ديال الوزارة، راه مكتوبة بوليتين أوفيسيال ديال ستادو لا بوي، معروفة بوي، بوليتين بيلتا أوفيسيال دو ليتا. يعني إذا ما عملناش الجورنال بحال الفرنسية هكا بالاسم غتولي صافي، عاد غنوليو عندنا البلتا. هو بوليتين ديال استادو معروف ديال اسبانيا، هي الوزاره، وزاره اش هادي غوبيرنو دي اسبانيا، مينيسترو ديلا بري ديلا وزاره كندا لا كلشي العالم كله بوليتين اوفيسيال لا بوي معروفه صاحبي، هو بوي.اس حتى السمي ديالو، هو بوي بوليتين اوفيسيال ديال استادو، بلتا اوفيسيال دو ليتا. تخربيق السلام هاد السيد هاد الجيري يكون مع طاهر. نخرجوا نخليوا الكلمه لمولات الكلمه واستسمحوا منا ادينا له الكلمه. تفضل شكرا. لا ما عندي حتى شي مشكل، احنا هنا كنا من اجل، احنا كنا مغاربه، قال لك الثروات يلا بينا نستغلوا الشمالي، خلي الثروات نستغلوا ما بقاش عليك غير الوراس. اختي مريم انا اجيت، شوف انا كنت باغي غنذكروا بان اصل المناظره اليوم في، انا جيت في 6 كما خلي الاستاذ سامر، كان الاصل هو نتكلموا على اسم المغرب اللي هو تحداني فيه وتحدى الدكاتره. نقول له راك التحدي ديالك راه من هنا، واذا كتسمعني يا الجيريا راك خاسر سيدي معايا، راه سمعنا هذا الكلام وسمعناه، راك صافي راك ضايع. انا نقول لك خويا الى سمحتي خويا شمال، تفضل دكتور تفضل. هذا قال لك، هذا قال لك يلا حنا يلا بينا كنستغلوا الثروات، كيفاش انت يلا بديك تستغل الثروات وانت الغاز والبترول بدات تستغله من 1938، وهناك البيك بترولي بمعنى استنزاف ثروات الهيدروكاربور في الجزائر، تمت سنه 2005، تم استنزاف جميع ثرواتك ديال الهيدروكاربون في سنه 2005، وبدليل من امريكا ومن فرنسا ومن بريطانيا ومن جميع دول العالم الذين تكلموا على هذا الموضوع، انك استنزفت ثرواتك منذ 2005. هنا المشكل ديالك، مشيتي كتسرق مالي،
البصر ديال التوليد كتسرقو وما قدرتيش تستغل الركان وتيندو وجايبه كتقول لي حق محكم انت يا عندك سكه حديديه من غرش بلاد بالشهر نديرو دابا نقول حيت بحكوا شويه. اما خويا سمير انا عندي حاجه وحده. شوف سمير انا غادي نقول معاك فاش غيكون هو اول حاجه غير تفتح يطلع هو الاول يجبد جريده لو مون لارتيكل كامل نقراوه كله على لو 7/7/1962 اقسم بالله الذي لا اله الا هو. عتا سمير شتي ما عمرك ضحكتي حتى بدلتي السروال وبدلتي الحوايج ديالك وكل شيء غضحك حتى تبدل حوايجك مذهبية نضحك أنا مذهبية وحق الذي من بعته والله تغدرك. شوف أنا اسمع ليش كنقول لك شوف شو كنقول مسيلو تيتر ديال لومون يجيب جريدة لومون ويقرأنا الارتيكل مسيلو تيتر رحقة أنا عندي الارتيكل جبته والله ما غنحطوليه الكمارة ديالو حتى يبدأ يدخل خص الهضره. غادي نحط ليه لارتيك وشنو كتب في لارتيك ومعاه من كان المغرب كيتحارب في 7/7/1962 واش مع فرنسا ولا مع الجزائر. دخلتي راسك في واحد المتاهه يا مسخوط الوالدين بان المغرب حارب فرنسا مورا الاستقلال ديالك في 1962 في تيندوف حارب فرنسا وجابوا الحركه وجابوا الحركه ولا بلاتي 7/7/1962 تكلم اختي مريم الله يحفظك. حنا نهضروا نيت على انا غادي نرجع للكتاب برنار لوغان اللي هضر فيه على هذه القضيه. الكتاب ديالو اللي سنه 2022 اللي تكلم فيه على هذه القضيه ديال اقتطاع الاراضي المغربيه. نقدر نقرا السي سمير ولا لا؟ نعم تقدر. نعم اختي قولي لنا الصفحه. السلام عليكم. السلام سمير والسلام الاخوان جميعا. قال لك يتعين يعني مهم في 14 انا كنبدا من هنايا 14/8/1844 انتصر الجيش الفرنسي في معركه ايسلي على الجيش المغربي لوضع حد للصراع. تم التوقيع على معاهده طنجه في 16 شتنبر 1844. وفي 18 مارس 1845 حددت معاهده لالا مغنيه نظريا الحدود الجزائريه المغربيه واصبحت اجزاء من التراب المغربي مرتبطه فعليا بالجزائر. كانت إحدى نتائج هذه المعاهدة أن فرنسا ألحقت تندوف لاحقاً بالجزائر، في حين كانت الإدارة المغربية تمارس نفوذها دائماً على وادي درعا وتندوف. التي كانت تابعة لخليفة تفيلالت، وكان قيادها يعينون بظهير لسلطان المغرب. وهكذا فإن الأرشيف المغربي يحتفظ بالعديد من الوثائق الإدارية التي تؤكد هذا الواقع التاريخي. هذا كلام برنار لوغان في عام 1956 أي تاريخ استقلال المغرب. كانت تندوف تابعة إدارية لمنطقة أكادير المغربية مثل فورت ترينكي المعروفة الآن ببير مغرين في موريتانيا. ومع ذلك في يوليوز 1962 سمحت فرنسا خلال فترة استقلال الجزائر لجيش التحرير الوطني الجزائري بالاستقرار في تندوف بدلا من الجيش المغربي، وهكذا أصبحت تندوف وهي مدينة مغربية جزائرية. يعود الاقتطاع الثاني لأجزاء من التراب المغربي إلى نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 عندما قاد غزو الجزائر تدريجيا القوات الفرنسية نحو الجنوب الكبير سوارة وقرارة وتوات وتديكلت إلى آخره. في عام 1848 و1886 طالبت فرنسا بتوات وتديكلت بينما كان سكانها دائما يبايعون السلطان المغربي. وفي فيجيك كان يقيم قيد يمثل السلطان في واحات توات. في 5 غشت 1890 وبموجب اتفاقية سرية وافقت فرنسا وبريطانيا على ترسيم مناطق نفوذهما في إفريقيا، وهكذا مقابل الاعتراف بالحماية البريطانية على جزيرتي زنجبار وبامبا في المحيط الهندي اعترف لباريس بإمكانية احتلال غرب وسط الصحراء لامتلاك ممر إلى الجنوب إلى النيجر وبحيرة تشاد من أجل إقامة امتداد ترابي بين الجزائر ومنطقة الساحل. كان لدى فرنسا بالفعل في ذلك الوقت مشروع كبير وهو عبارة عن خط سكة حديد عابر للصحراء يمر بتوات وقرارة وكذا إقلي في وادي السوارة. ومع ذلك بالرغم من أن هذه المناطق مغربية سمحت لندن بموجب هذه الاتفاقية السرية لفرنسا باحتلالها أي إلحاقها بالجزائر. تم اتخاذ قرار احتلال واحات توات في نهاية دجنبر 1899 عندما تمت مهاجمة بعثة توبوغرافية فرنسية بقيادة عالم جيولوجي فلاماني
وصدرت الحراسة بقيادة النقيبين المهاجمين وصدت الحراسة بقيادة النقيبين المهاجمين ثم طاردتهم واستولت على عين صالح في 29 دجنبر. ثم أمرت الحكومة الفرنسية باحتلال واحات وتيديكيلت وقرارة وتوات. ثم تم التوصل إلى تسوية مع المغرب وكانت هادو اللي تقول لك المغرب لم يكن وتم التوصل كيقول لك المغرب السليوطي هادو اللي تقول لك كنردوا بعدا هاي هنا شنو تيقول هادشي راه هو يتكلم تلقى من الأرشيف الفرنسي. ثم تم التوصل إلى تسوية مع المغرب وكانت الاتفاقيات الموقعة في ماي 1902 التي تنص على نوع من السيادة الفرنسية المغربية المشتركة في المنطقة. في أكتوبر 1903 تم احتلال بشار في الأراضي المغربية. هذا الموقع الاستراتيجي جعل من الممكن السيطرة على قير وواحات توات وطرق السودان ستكون فيما بعد كولومب بشار واليوم بشار مرة أخرى وهي منطقة مغربية ألحقت بالجزائر من طرف الاستعمار الفرنسي وقع الاقتطاع الثالث لأجزاء من التراب المغربي في 27 يونيو 1900 عندما تم التوقيع على اتفاقية تحدد وتفصل الممتلكات الفرنسية التي ستصبح فيما بعد موريتانيا والصحراء الإسبانية المستقبلية يعني الصحراء اللي فيها المشكل حاليا. لذلك قامت فرنسا بتثبيت الحدود الصحراوية لصالح الجزائر التي ورثت بذلك الجزء الأكبر من الصحراء التي لم تمارس عليها أدنى سيادة وبعد استقلالها اعتبرت الجزائر أنها الوريثة لفرنسا رافضة الاعتراف بأن المغرب الدولة التي كانت موجودة منذ القرن الثامن قد بترت أجزاء من ترابه من قبل القوة الاستعمارية السابقة لصالح دولة الجزائر التي رأت النور في فاتح يوليوز 1962 أي بعد 1200 سنة من ولادته. واضح الهضرة السي سمير؟ نعم واضح واضح شكرا ليه. كريم شكرا. لا شكرا على واجه شكرا. دوكا نروح لكونغ ستار الإخوان كونغ ستار تفضلوا بعد نروح عند لاري التونسي كونغ ستار افتح عليكم سمير واش راك؟ لا باس وانت؟ تسمع فيها سمير؟ نعم وانت تسمع فيها؟ والله الحمد لله لا باس انا تفاصل نحييك ونحييك على الجماعة اللي معاك نعم تفاصل انا شو حبيت نقول لهم باللي الإنسان يبقى يهدر هكا هدرة دي ورد باطل لأن يعني كاين خرائط رسموهم الهولنديين ورسموهم البريطانيين قبل ما تحتلنا فرنسا يجيبوا لنا خريطة وين عندهم ما وين كاين الصحراء هذه الشرقية تابعة ليكم لهذو الخرائط اللي رسمتهم ما رسمناهم احنا لازم رسمتهم الهولندي كاينين هولنديين وكاين رسموهم بريطانيين. عندك دلائل كونغ ستار؟ ما عنديش فاش بصح تحب المرة الجاية نجيبهم لك هذو الخرائط الخارة ما عندكم حتى عند ما كنتوش كاع الخارة ما ديباسوش واد النوي ديما المرة الجاية ما عندكمش شي حاجة دابا نفتح الكاميرا نوريه. نعم نعم دكتور المرة الأخيرة كونغ ستار انتوما دائما تقولوا ما عنديش يا خويا كي تجوا المرة القادمة الله يقول لك المرة الجاية إن شاء الله نجيبها المرة القادمة لازم يكون ما على باليش أنا اللايف يعني دائما نفس الشيء فيه دائما حوار بين مغاربه وجزائريين بعض المرات يكون معنا واحد تونسي ولكن الاغلبيه هي مغاربه وجزائريين كي تجي لازم تجي واجد صاحبي حتى تروح للمعركه وتقول لهم نسيت الكابوس. لا ما نسيتش الكابوس احنا مانيش انا جيت جايز ست المعركه ما كنتش رايح المعركه فرق بين واحد يروح المعركه واحد يجي جايز يسيب المعركه. اوكي 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 كمل. فاصلا انا حبيت نقول لهم الى هذو الاراضي اراضيهم علاش شدتهم لهم فرنسا وما حاربوش عليهم انا ما حاربوش على اراضيهم بعد يجاوبوك اوكي نحب يجاوبوني علاش ما حاربوش على اراضيهم سورتو في هذاك المومون اللي كنا احنا متحاربين مع فرنسا فرنسا كانت مشغوله كانت اسهل باش يحروا اراضيهم دونك ما حروا اراضيهم ما والو دونك انا ما نتمناش هذه يهضر لي يقول لي ارض لمن يحررها هذه الحاجه الاولى. وهذاك اللي قال لك باللي فرنسا دارت تجربة نووية طلبت الإذن من عند الملك هو يقرا ما يفهمش يقرا هذا انفورماسيون قالوا له اللي احنا رانا الحين طردوا نووي باللي ما تخافوش ما ريول مو ماشي يلحق عندكم كيطلب ما طلبوش منه إذن ما قالوا اسكو احنا لا نقدروا نديروا هذو التفجيرات لا ما ندير هذاك فرق بين تعلم واحد والإعلام هذا راه من فرنسا أمريكا للروس تطلب تيفات صاروخ عبر القارات تعلم روسيا وتعلم لاشين وجميع دولة كي تحط طقطق النووي تعلم جيرانها تقولون بلي حنطلق هذه حاجة طبيعية
ما طلبوا منه لا إذن لا والو، وراهي مرة في المغالطة. وبالنسبة ما قال لك على فلسطين، قال لك لا لا نديروا علاقات معها طبيعية. أخويا فلسطين هذه قضية عقائدية، إما أنت تقول أنا مسلم ونموت ونقلبه عندك شد الروا طبع مع الكيان الصهيوني، بس والكيان الصهيوني راه يحتل لك أراضيك، أراضيك ويحضر لك المسجد الأقصى. هذا ربي سبحانه ذكره في القرآن، ومنه الرسول صلى الله عليه وسلم عرج. دونك نتايا لا تقولي انا ندير مع واحد دالك المقدسات تاعك وندير طبع معاه وتقولي حاجه طبيعيه، الا انت تامن غير بالدنيا صحه طبيعيه، ولا انت زعما نقول تقول غدوه راح نلقى الله وراح حاسبني ماشي طبيعيه، لازم توجد روحك. شنو تقول له؟ يقول لك غدوه علاش طبعت؟ واش تقول له؟ انا انطلق من هذا المنطلق، انا نعرف لو كان انا ما جيتش كونك صارك موجد روحك ليوم الاخره. اني موجد روحي بما نقدر، بس انا ما نقولش زعما ما نقولش التطبيع حاجه نورمال طبيعيه طبع، بس راح يسالني الا انا اقول امن، راح يسالني نعم. الا انا اقول ما امنش نطبع حاجه مليحه، الا ما امنش نطبع الاثار. يعني الله يكره اليهود؟ ها؟ الله يكره اليهود يعني في حسابك؟ ما يكرهش اليهود، ولكن ربي مع الحق. عادي ويتم عادي التطبيع ولا لا؟ بس اليهود ظلموا سرقوا لهم الناس أرضهم ومقدساتهم. علاش العرب ما سرقوش الأرض؟ لما سرقوا الأرض؟ العرب هذيك فلسطين ماشي أرض العرب. ماشي أرض العرب. ماشي عرب اللي فلسطين ماهيش أرض العرب، علاش يقول لك أرضنا؟ فلسطين واش مدينا عندهم فلسطين؟ وعلى العكس في العكس القرآن يتكلم على إسرائيل، وما كان حتى كلمة يقول عليها فلسطين، ما كانش فلسطين بتاتا، ولكن هناك إسرائيل. يا فارق إسرائيل كان في القرآن. أسمع فهمك. إسرائيل يتكلم عليهم كانوا شعب، يتكلم كشعب يا بني إسرائيل يهدر معهم. ماذا قال لموسى؟ ماذا قال الله في آية لموسى على إسرائيل؟ آية أتفضل. قال لهم ادخلوا المدينة. إيه ولا لا؟ قالوا لا ندخلها. قالوا لموسى، قل لي واش قالوا لموسى؟ ماشي قالوا كاين بزاف صوالح قالوا من موسى، نهضروا على فلسطين. ادخلوا هذه، كيفاش قالوا ادخلوا الارض هذه؟ يعني اسرائيل ادخلها، يعني راهي الارض ديالك. ما قالهاش. قالوا بصح هما شنو قالوا له؟ ما قالهاش للفلسطين. قالوا فيها قوم من الداخل، ماهيش فارغه. دقيقه، هل تكلم الله على فلسطين؟ خلينا نشوف كل واحد كيف. انا كمسلم كمسلم يعني كل واحد كيف يشوف، إلا هو يشوفها هكذا يطبع. أنا كمسلم كما نعمل بديني، ديني هكذا. دينك ما يتكلمش على فلسطين، دينك ما يتكلمش على فلسطين، يتكلم على إسرائيل صاحبي، ما حبيش تفهمها. على إسرائيل يتكلم على إسرائيل وليس على فلسطين. خلص كينا فلسطين حاجة بلادي يسموها فالديك البلاسة ما كسموها فلسطين. الله ما كانش على باله، والله كي كان يتكلم يتم ما كانش على باله بلي راهي جاية فلسطين. يتم ذوك تضرب روحك بروحك. ما كانش على باله. كما دوك شنو نقولوا دوك يسميك الارض كما راح يسبوها من بعد على 2000 سنه. يا تما الله ما كانش على باله واش كرا واش راح يصرى بعد 2000 سنه. يا اخي الله بكل شيء عالي. على باله بس هو يخاطب دوك الناس فما، ماشي يخاطب الناس اللي تاع 2000 بعد 2000 سنه. ما حبش يقول لهم، ما كانش حاب يقول لهم باللي هذه الارض راح تسمى فلسطين، ما كانش حاب يقول لهم. يقول لهم مالك نزلت الرساله، فان كان يقول لهم هي باللي الرساله حتنتشر حتنجح. المهم هذا تفكيركم أنتم المتدينون، ولكن عزيزي لا أنا قلت لك أنا كمتدين أنا قلت لك في الموضوع أنتم الجزائريون يعني تستعملون دائما التطبيع والصهيون تطبيع والصهيون تطبيع والصهيون. وكأنما النظام الجزائري لا يتعامل بتاتا مع إسرائيل. هذا وش راك حتقول؟ شوف أنا راني نهضر لك على نفسي، أنا قلت لك كل واحد كيف يشوفها. خلينا نتكلموا عن النظام الجزائري، ماشي عليك انت، على النظام الجزائري، هل يتعامل مع اسرائيل؟ النظام الجزائري لا يتعامل مع اسرائيل. لا؟ اوكي. لا. اوكي. اوكي، من بعد يرجعوا لك المغاربه ويوروا لك الدليل. ايه، راح يقولوا لك بلي هذه فتح لي وانا تاع الامم المتحده تجاره بيننا، قولوا لنا شنو نبيعوا لهم؟ ولا صحنا نتعاملوا معهم الصهاينه يفضحونا، يقولوا لنا بلي انتم كذابين راكم تتعاملوا معنا، يقولوا لنا ما احنا مطبعين. الكيان الصهيوني يخرج يفضحنا كما راه يفضح المطبعين الاخرين. الاسرائيليين ما يعملوهاش. نو ما يعملوهاش الاسرائيليين. ما يعملوهاش، خافوا منا. لا ماشي خافوا منكم، ما يحبوش هما، هذا وقت فارغ هما عندهم. علاش يجي يقول لك ليك انت راني نتعامل مع النظام ديالك؟
صح شويه يكونوا واقعيين. انت لما تقول احنا عندنا تجاره مع الكائن لازم كي تكون تجاره لازم كاين عقود واللي شكون مضاهم وياك يعني. كاين انا نقول لك هو يوريك انت وانت كاش وحنا انت مضينا عقود مع الكائن الصهيوني احنا وين شكون اللي مضاهم دوك يوروا لك المغاربه دوك يوروا لك وروا لي عقود ماشي يوروا تاع الامم المتحده تجاره صفقات صفقات وتجاره اي جماعه ذهبيه يوروا لي ماذا بيا خلاص المهم كلمه اخيره كونستر إيه هذي أنا حبيت قلت لك أنا كإنسان زي ما نقوله نؤمن باللي ربي رح يسألني واللي ما آمنش أنا قلت لك واللي ما آمنش دار آخر كطبع إن روحه ما يكسر رأسه ما وارد دار آخر. أنا نهضر على صنفين تاعنا اللي ما آمنش باللي رح هذاك دار آخر كطبع ولكن اللي آمن لازم له ما يطبعش خلاص هذي الناس مختلفين كل واحد كيف يشوف الأمر أوكي. أنا أشوف إيه أما بالنسبة لي كبر صوتك سامر باش يكبسوا لك كبر صوتك شكرا شكرا كبر صوتك باش يكبسوا لك اخويا فوالا شكرا شكرا كمل الكلمه تاعك قلت كيما باريس مح يقول لك حنا كاين يهود ثاني جزائريين في الكائن الصهيوني صح كاين يهود جزائريين راح الناس احرار لازم نقولوا يهودي خرج من الجزائر ما عجبته وحب يروح يعيش ما عندوش دروا يرجع للجزائر هي الفرق بيننا وبينكم اما نقولوا انتم عندهم دروا يروحوا يحتلوا يقتلوا ويرجعوا عندكم تفرحوا فيهم هنا يقدر يهودي زعما نقولوا جزائري الا يقول الجزائر بلادو يروح في الجزائر ولا الجزائر ماشي يحب يروح في الجزائر هذا ماشي بلادو يروح يقتل ويجي هيك هذيك فرق ماهيش فرق بينه وبين داعش داعش فانا راح يحتلوا جهه ويقتلوا الناس ويرجعوا هكا عند ديارها ما يقبلوش ما قبلهم تاع بلاد اوكي شكرا هي ماذا بيوروا لي العقود بيننا ما يوريش كل كان تجاره يجيب لي العقد احنا سينينا معهم في الوزير فلاني سينيا الوزير فلاني واش التاريخ هذه هي انا نامن بها بصح يجيب لي هكا ما نامنش بها انت ما تامنش انت بالاستيراد والتصدير وهذه نامن امن بصح إيه؟ انت شوف كي دوله تبيع مع دوله لازم كاين عقود ولا لا كاين في الفاو هذيك الفاو راهي تاع العالم توري لك ان هناك معامله بين اسرائيل والجزائر هذا ما يكفيش هذا يكفي لا بصح انت تقول لي كاين معامله شوف انتوما نقولوا كي دير معاهده مع سعوديه ولا مع كاش بلاد بيلا ولا تشري راح تقرا وزير تاعكم ولا رئيس حكومه راح يمضي عقد بس هذيك بعد تقابل به براف هذه الجزائر انت قدرت عقد معاه احنا الى كاين عقود درناهم معايا يجيبهم مني يخرجنا هذو العقود انا باش نقول شوف النظام تاعكم النظام تاعكم نظام خبيث ما يحبش يتعامل بطريقه رسميه كبيره ما يوريش النظام الجزائري هو اللي راه يخفي ماشي الاسرائيليين يخفي. هو اللي راه يخفي على الشعب ديالو هو اللي راه يخفي يحكي لهم على فلسطين يجيب بهم الوقت يرقدهم بالقضية الفلسطينية وفي نفس الوقت هو راه يتعامل مع اسرائيل هذه هي اللي راه يدير تخفي لازم تلاقاو هادو الناس وسينيا ولا لا اي بصح يخفيها عليك النظام ديالك راه يخفيها كيفاش يخفيها عليك كفات الدوله سيني مع دوله عقد وتخفيها عليك اودي الجزائر راهي مافيا صاحبي هذيك دوله هذيك مافيا من بعد نولي لك انتوما تشوفوها مافيا انا ما نشوفهاش مافيا انا نشوف اللي بعد شكرا من بعد نرجع لك مافيا الناس قاعده عارفه